السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم سنقوم بإنجاز تمارين درس قياس الأطوال للمستوى الثالث ابتدائي، الوحدة الثانية، الأسبوع الأول والدرس الأول. إذن قبل الشروع في الإنجاز، المرجو منكم الاشتراك فضلا وليس أمرا، مع تعليق جميل ولايك. نبدأ أولا بالتمرين أو بالنشاط الأول. إذن كما تلاحظون هنا عندنا، نلاحظ المسافات التي قطعتها كل من الدعسوقة والنملة والحلزون للوصول إلى طعامها. أولا نستعين بجدول وحدات الطول ونحول المسافات إلى أصغر وحدة. ما هي؟ نرتب المسافات من الأكبر إلى الأصغر. إذن المسافات كما تلاحظون في الجدول هي هذه. عندنا البهيمة، عندنا النملة قطعت 9 الأمتار 75 سنتيمتر، الدعسوقة 80 ديسيمتر و9 سنتيمتر، الحلزون 9 متر و2 سنتيمتر. إذن أنا هنا قمت بوضع هذه المسافات في الجدول. إذن 9 متر و75 سنتيمتر كتعطينا 975 سنتيمتر، 80 ديسيمتر و9 سنتيمتر كتعطينا 809 سنتيمتر، و9 أمتار و2 سنتيمتر تعطينا 902 سنتيمتر. إذن غنحولهم أولا إلى أقل وحدة. أقل وحدة هي السنتيمتر. إذن غنضيف صفر هنا ونضيف صفر هنا ونضيف صفر هنا. إذن كتعطينا المسافات هي 9750 ملم، 8090 ملم، و9020 ملم. إذن سنرتب هذه المسافات من الأكبر إلى الأصغر. سنقوم بترتيب هذه المسافات من الأكبر إلى الأصغر. إذن سنبدأ ب 9750 أكبر من 9020 أكبر من 8090. إذن هنا قمنا بتحويل هذه المسافات إلى المليمتر وقمنا بترتيبها. نمر إلى التمرين الثاني. قامت مريم بقياس أطوال هذه الأقلام، ألاحظ ثم أكتب كل قياس في المكان المناسب. إذن أولا عندنا 94 ملم، 70 ملم، 6 سنتيمتر و1 ديسيمتر. إذن غناخد المسطرة وسنقوم بقياس القلم الوردي. إذا كتلاحظوا هنا القياس ديالو تقريبا، القياس هو 70 سنتيمتر. ها هي فين كتشوفوها، كنوريها بالستيلو بالقلم، هي 70 سنتيمتر. إذا سنكتب أمامه، هي 70 ملم، عفوا 70 ملم. إذا حسبناها بالمليمتر، 70 ملم، سنكتبها هنا 70 ملم. نمر إلى القلم الثاني. إذا غنوضع المسطرة صفر هنا، والمسافة كتلاحظوها هنا، هي المسافة كما تلاحظون جيدا. إذا هنا، إذا غنقادو هنا مع الصفر، نقاد المسطرة مع الصفر ونجيو للرأس الآخر ونشوفو كما تلاحظون تقريبا 94 ملم، 94 ملم كما تلاحظون هنا، 94 أو 95 ملم. إذا سنكتب 94 ملم. نمر إلى القلم الآخر، نضع المسطرة. إذا قمنا بوضع المسطرة في الصفر ونشوف القياس دياله هنا تقريبا 56 ملم،
أو تقريبا 6 اللي عندنا هنايا، عندنا 6 سنتيمتر. إذا بالسنتيمتر، بالسنتيمتر هي 6 سنتيمتر. إذا غنكتب هنا، سنكتب 6 سنتيمتر. مزيان، نمر الآن إلى التمرين الآخر. أحول إلى الوحدة المطلوبة، يمكن استعانته بالجدول. إذا نحن غنجزوه، ما يمكن أنتما تستعملوا الجدول. إذا 7 ديسيمتر تساوي 70 سنتيمتر، 3 متر تساوي 30 سنتيمتر، نضيف الصفر. 6 سنتيمتر هي 6 سنتيمتر، ديسيمتر نحولها إلى المليمتر هي 60 مليمتر، 50 ديسيمتر نحولها إلى السنتيمتر يعني كنضيف صفر، 5 سنتيمتر نحول تساوي 50. كانت هنا تمرين آخر، نمر إلى التمرين الآخر اللي هو أكتب أتمم بكتابة الوحدة المناسبة. إذا هنا عندنا 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر أصبحت عندنا 50، 5 سنتيمتر أصبحت عندي 50 كما تلاحظون. إذا هنا سأخصني نضيف الوحدة المناسبة. إلى قمت بالتحويل على الجدول غلق أن هذه الوحدة هي المليمتر، ميلي متر. 20 ديسيمتر أصبحت 200. إذا هنا لاش حولناها، إذا استعنا بالجدول غنلقاوها هي سنتيمتر. هنا كذلك عندنا 60 ديسيمتر أصبحت 600. إذا هاد 60 ضفنا لها واحد الصفر، إذا تحولنا إلى خانة أخرى اللي هي الخانة اللي كتجي من بعد منها هي سنتيمتر. هنا كذلك 4 متر تحولت إلى 400، يعني ضفنا صفران صفران. إذا هنا يعني جوج الخانات، إذا الخانة ديال الديسيمتر والخانة ديال السنتيمتر، إذا أصبحنا في السنتيمتر. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا الحصة الأولى من إنجاز تمارين الصفحة 26 من درس قياس الأطوال المتر وأجزاؤه بالنسبة لتلاميذ المستوى الثالث. نرجو أن يكون عند أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في الحصة الثانية إن شاء الله من نفس الدرس قياس الأطوال.